السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ سوينا لنا فيديو جديد، حلقة جديدة عن محاكي المزرعة، اليوم الرابع على التوالي، والهدف هو المليون دولار، وما معنا منهم غير معنا 2500. تمام، لا تفهم، يعني احنا عم نمشي على الطريق الصح، رح نكمل بهذا الفيديو إن شاء الله اللي كنا عم نشتغل فيه بالفيديوهات الماضية، بس أول شيء رح نعمله نشيك على الماكينات اللي مشغل مشغلها واللي عم تحصد ما عم تحصد. هذا بده فاصولية، هي ايش محملة؟ يا حملة قمح. طيب يا عمو الحجي، منيح جابوني لعندك. انت وين رايح؟ احنا وصلنا 3 فيديوهات لما خلصنا هذا، احنا انتم عليه بنضل على التراكتورات تبعتنا احسن شيء. فانت روح لي من هون، روح على التراكتور الثاني، انت افصل لي، روح. رني. طبعا ما باركتوا لي بالفيديو الماضي، اشتريت تراكتور كبير وكويس. هلا ايش لازم نسوي؟ نوفي حقه 200,000. ياه والله كتير لو ما امبارح بارك انا وهيك انا وحالي بيسأله بيقول له انت شو عملتي؟ بيقول له والله انا ما عملت شيء، كنت بارك هيك جيت رحت اشتريت تراكتور حقه 200,000، ونحن هدفنا كله مليون، يعني كله على بعضه خمس تراكتورات. انت كيف تدياني هيك مصاري؟ والله ما بعرف، بس انا قلت له انه بس خلصنا شغل بدنا نبيعه، بس هي ما اقتنعت مني. وما هو عاجد احكي لك ملخص الحكاية، نحن اساس بدنا نجي ناخذ نستفيد منهم هدول الشغلات اللي هون موجودة عندهم، بس ما استفدينا منهم، فالله يصلحني. فضل هذا عنده حجي من عقدك، شضل انت من عقدك ابو 63. تعال نشوف لنا هيك بلكي لقينا تريد كويس. والله ما في قوة 31,000 بطاطا، ماني مصلحة بطاطا، والله قطن. والله القطن كويس معلم، خلينا اخذنا عقد القطن ونحن ماشيين وانا ما انتبهنا وين رحنا. عقد القطن كويس، وين ما بتروح عقد القطن ممتاز. تعرف ليش؟ بتحط ماكينة القطن بتقلها اشتغلي، وانت بتدير ضهرك وبتروحي بترجعي بعد اسبوع بتلاقيها خالصة، هي وجبة واحدة ما بطلع على غيرها، واذا كانت الماكينة والعرض كبيرة طالعت وجبتين، بس ما بظن بتطلع وجبة واحدة بس لانه هن حاطين لي تريلا صغيرة. فخلينا هلا نكمل حصاد هون وبنروح، او بنكمل تفريغ التريلا هون ونروح بنجيبها للماكينة نوصلها، فهمت علي؟ ما شوفوا احسن شيء واحد يتركها توقف وبعدين يروح يعبي منها. تعرف ليش؟ بتضل بتحط التريلا جنبها خلاص ما بتتحرك حتى تفضي. والله رايح جاي لعندك، والله زوقي على دمك. ندور الدولاب صفها هيك، دوري يا حياتي دوري. تمام صفيون، اي خالصة من الا لوحي. شو هذا معلم صار عندك انت؟ عندك 80%؟ بعدين نرجع لك. شو هو لي؟ بدنا نركب الحصاد اول. الله معطيني تراكتور، وين الارض هاي صاي؟ مسكناها لقطة التالت فينا رقم الأرض 16 لايكة. والله التواريخ طويل لو أنا بده تاريخ طويل ولا تاريخ طويل. لكن أتمسخ على التراكتور، بس هذا كل حصادة يعني ماكينة كبيرة. طبعا نحن ماشيين خلينا نحن وماشيين خلينا نتفرج على العقود، إيش في عقود هيك شغلات نستفيد منها وشغلات هيك كويسة نعملها. والله هذا كمان عقد حلو هون، بس هذا انا عندي تراكتور اشتريوا لنا ماكينه وانا روحي. تعال شو شرح قص هي ماكينه العشب، ناخذ الزرقاء هي احسن شيء. واو ابو 35,000، ابو والله كتير لو. طيب طمني على وضع الحصن، شلون صاروا بعد ما نمنا وفقنا نمنا وفقنا نمنا وفقنا؟ فينا نجيب لهم الهاي؟ اي والله. تعرف شلون نجيبه؟ هلا بقول لك، هلا بالتريلا تبعت القطن بحطه بقلبها بشحطها بروح بنزل هون وبكمل طريقي على القطن. اتوقع المعلم لازم تستفيد من اي عنصر موجود عندك في هذه اللعبه، لك حريه القرار. لك حريه القرار والانتظار شلون بدك. بتحب تسوق الماكينه وانت بارك، انت واقف، انت عم تتمشى. لازم ندخل على اليمين، شلون ندخل على اليمين؟ ابو دخلتها مع اصحابها، بدنا ننزل هيك على الضيعه، بنلف من عند الضيعه ندخل لجوا. ايه عادي، طب ما نقدر ننزل من هون هيك هيك شغل العرب.
ونمشي هيك وبعدين لف هيك وبعدين لف هيك. ايش ضروري للضياع؟ ايش فاكرين راكب بي ام دبليو بسرعة صاروخ؟ بس في هون سكة قطار معلم. والله في سكة قطار، سكة ما قطار، ايش بدي اساوي؟ وصلني وصلنا وصلنا. لكن ايش دويلي بكبيرة مو مشان تشتغل هيك شغل؟ هذا ايش محمد هون زارع؟ يلا بشوفك بعد نص ساعة معلم. طبعا هذا التراكتور الاجار مو لنا. ايوه بدلك انا شو مش تسوي هلا. طبعا هذا المول اذا بكرة الله خلانا من الطيبين هيك وقدرنا نكمل لكم التحدي اللي حكينا لكم عليه وسوينا مثل ما قلنا لكم، هذا مود الاشياء الثقيلة مستحيل اتخلى عنه. امبوسيبل يعني امبوسيبل. طيب في سؤال خطر في بالي لجماعة الالعاب المكركة عندكم اياها، بدي اسألكم سؤال. المود هاد ما بيتنزل من اللعبة الاساسية تمام؟ بيتنزل بشكل يعني هيك بيجي من موقع بيدخل بقلبه بيتنزل. جربوا نزلوا هذا المود اشتغل معكم، بس هذا المود لا تنزلوا شيء يعني، بس هذا المود بس نزلوا جربوا بس هذا المود يشتغل معكم ولا لا. اذا اشتغل اكتبوا لي فيكم اللي لكم اللي لكم عندي مخطط بومباستيك جد رهيب جد بجد. بس فانتوا ايش لازم تسووا؟ تنزلوا بس المود حمل الاشياء الثقيله تلقوا صندوق الوصف موجود في ملف اكسل، تقدروا تحملوا هذا المود بتروحوا بتنزلوه. ومثل ما شرحت لكم في فيديو ماضي شرحت لكم شلون بتحمل المود الاشياء الثقيله، في فيديو كامل خاص اصلا موجود تحت صندوق الوصف او بتلاقيه انت يعني موجود بكل سهوله بتلاقيه. فهمت شلون؟ اه راحت يس 4000 كويس. بس فاتمنى انكم تروحوا تكتبوا لي ايش راح يصير معكم بعد ما مثل ما بقول لكم بتسووا امشي تمام. جربوا وردوا لي خبر، تقولي تحت التعليقات انه جربنا المود زبط ولا ما زبط. عم زبط لكم عندي شغلات بومباستيكية. هلا ايش بسوي؟ بروح هيك ادور اروح افضيها تمام. سيبك من هذيك التريلا بفضيها وبرجع لعندها. وهنا صار 80% مزبوط لما فضينا غير 20% صح. حقك علي تفضل فيها. والله اتوقع لك بيطلع فيها كمان تريلتين، ما راح اوجع راسي هيك اسرع يعني. بما رجعت وبدلت وغيرت هيك اسرع ان شاء الله. يا رب يا رب بعد هالعقدين الثلاثه الموجودات عندي اوفي حق التراكتور واوفي الديون اللي علي واوفي البنك واوفي القروض، والله يرزقني اشتري ماكينه ثالثه. ما بدي اكثر، ماكينه واحده بس كفي. ما بدك ما بدك تكون طماعي جد، الطمع مو كويس. انت خليك عم تشتغلي، انت امشي معي ونروح منوديكي للماكينة هنيك لاني مطلوب توصيلها مو بس نحصد. جان شوف البطاطا لو انه بس حصد كان نص نصيبة، بس اوصل كمان صعبة صعبة جدا، خسارة دمار معلم. كل خمس دقائق ماكينة البطاطا بتكبلك بطاطا بتقلك تعشي البطاطا تعشي البطاطا تعشي البطاطا، بعدين تطلع البطاطا بعيونك حرفيا تطلع البطاطا بعيونك. في فول تانك، مين هو الفول تانك؟ هذا فول تانك. طيب امرك معلم، انت بتيجي على راسنا امرك مثل ما بدك. طبعا هذا بعد ما نخلص ضروري نفضي له كمان. قسما بالله العظيم ترجع راني كلن بتضل ماشي يسوي الا ترجع راني. يعني هي واقعيه جميله بس يعني ما عندنا دركسيون. رجع راني يعني لو في دركسيون والله معلم حلو، بس ما في دركسيون معلم. انت والله شغلتك مطوله شكلها معلم. والله في عنا تريلتين كمان على حكي. بس خلصنا لو ما ضل القسم كبير كبير، ما ضل الراس بس يعني حمل تريلا تانية وخالصين. هاي بالنسبة لهنيك، وبالنسبة الى هنا نكون قد انهينا هذا الحفل الفني. تيرم تيرم منم. لا 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 والله يا معلم ولفت الكوع صعبة. شوف راح الاقي لك حجة وطريقة اهرب من لفة الكوع هي هيك مثل الزقزاق هيك. شفت شلون؟ احتراف معلم. هلا اللي عم بيتفرج علي بيكون عمي هذا شوفير مر 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 60 سنة وركوب السيارة. شوف 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 شوفير طلع شوف 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 شوفير. اهلين وسهلين ومرحبتين بالقيمة وبالعين. اوه هاد شي من هون خالصين معلم. طلع هون الجسر وين رايح؟ وين رايح يا معلم؟
وقف صحيح اللي بيعرف زر الفرين ايش هو يعني مو طبيعي يضل كبس ساعتين قراني حتى توقف السيارة. حلو في تشفيط كمان. قال انت بنت بعد ولا مش عم شفيت. طب حطوا طلعات طلع على اساس البلاط تكسر من دول السيارات الشحن. مهم واقعية زيادة يعني. ضل 10% بس يعني ما ضل شيء علين بعدين الباقي نخلطه في جيبنا. بيني وبينك خبر حلو. طبعا بدي اخلص هذا العقد والعقد الثاني وخلي اللاعب ينام حاج راحت لبكره الصبح يا معلم وين ما عاد خلينا نشتغل ابدا. والله ما رحنا نحن والله معلم ماشيين بسرعة عالية جدا 83 بسيارة الشحن نعمل البيك اب مدسته. طيب طبعا نحن بنقدر هون نشغل البرلمان وين تشغل وين البرلمان ما فات ما بعرف ليش. حلو هي بتخلص ان شاء الله ونخلص نحن كمان هي نعمل 20% ونروح لانه ما راح تسع كلياتها بقلبها عرفت ليش فلازم نفضي جزء منها لان هي فيها تقريبا 20% 20% صح لا اكثر يعني هي كانت 100% بين 80% فاجباري لا نفس الشيء نفس الشيء بدنا اجباري تريلا ثانية مشان ننهي العقد هاد نخلص منه ونريح راسنا ضلعنا بس عقد القطن ونخلصه كمان باي باي نفتح عقد جديد ويوم جديد وسوق جديد ونفكر بطريقة مختلفة ونوفي الدين اللي علينا اهم شيء للبنك لان علينا اكثر من 200,000. ايوه شلون بدنا نوفيه I don't know. شايف صار يعطيني مساري إلي شكله العقد خالص خالص. طب معناته خلينا نروح نجيب اخر تريلا من الجسمه ونفرغه وبعدين نعمل له كولكشن لان هاي المساري الموجوده بقلب الجسمه بتروح معنا 39 والله معلم تطلع بركه. شفت معلم ايش طلع لي شفت شلون طلعنا كويس سعره كويس يعني طلعنا 11,000 وفي عنا هلق هاي وفي عنا فيها كمان ابو 7,000 طوبة حسب اش قد خي فضية تمام حاج روح لا اقول لك امشي 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 والله فيها 6,000 كويسة اش قد طلع لي من العقد ركز معي هلا اول مرة 11,000 صح صح ليش قد يطلع لي هون طلع لي هون 4,500 يعني صار قول 15 تمام تمام نعمل له كولكشن 7,22,000 23,000 كويس ما فيها شيء. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.